من اللعب أيوب حمدي قائد فريق الوحدة. أيوب حمدي سبق وان خد تجربة مع فريق الأهلي، اللاعب اللي بدأ وتكون مع فريق الوحدة. الوحدة مدرسة كروية، اليوم أيوب حمدي بامتياز يتدخل ويتحصل على الكرة الأخيرة. خلف أيوب حمدي يستلم الكرة الكابيتانو الموسم. أيوب حمدي يلعب الكرة الطويلة، يعود مرة تانية لأيوب حمدي. أيوب يلعب كرة طويلة أيوب، وفرصة لصالح الوحدة، فرصة هدف. أيوب حمدي من جديد يلعب كرة عالية باتجاه الهجوم، باتجاه الهلودي.
بخطأ أيوب حمدي على الكره.